التلقيح الصناعي عملية صناعية لتكوين أبناء الحرام. لا تلقوا بالنظر على هذه الجهة فقط، اجمعوا كل التفاصيل من عشق الغلمان كي نعرف الله كي نحب الله، إلى اللعب بالعورات ما بين الرجال والنساء، إلى اللواط الصناعي. هذا منهج، هذا مذهب. وسألوا أنفسكم، هل الدين الذي لأجله ركضت الحوافر على صدر الحسين هو هذا؟ سيكون الحسين سفيه، والحسين ليس كذلك. هل هذا هو الدين الذي لأجله قدم محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما القرابين تلو القرابين؟ هل هو هذا؟ هذه مقحبة، هذه مقودة، هذه قذارة، هذه بؤرة من الشذوذ الجنسي المقرف. هذا ما هو ديننا، هذا ما هو دين العترة الطاهرة. هذا المذهب الطوسي العباسي القذر. ملامح الدين العباسي واضحة على المذهب الطوسي، إنها ملامح الشذوذ الجنسي.